تم القبض مؤخرا على مرتكبي جريمة قتل سائق الدراجة النارية والذي تداولته أخبار فقدانه في الدائرة الأولى لمدة تجاوزت الأسبوعين، وتم عرضه أمام الشرطة الدائرة الرابعة هؤلاء المجرمين على الصحافة صباح هذا اليوم. التفاصيل لدى سعيد محمد أحمد. التهريب، التزوير والمخدرات، كل هذه العناصر تمهد على المجرمين ارتكاب جرائمهم ضد الأبرياء تماما كما حصل مع المجني عليه رماد قنبو محمد الذي اختفى منذ الثاني من شهر فبراير الجاري، مما دفع أخاه آدم قنبو محمد للتوجه للشرطة المركزية وتقديم بلاغ بفقدان أخيه منذ ذلك التاريخ. وبعد إجراء التحريات تم القبض على مرتكبي الجريمة والمتواطئين معهم. وحول الكيفية يحدثنا الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية. ما كان شفت تقول أن كنا الدواء وزي ألمي صبوا في البسكويت أنتولي رمات وهو أقل البسكويت وشالهم في موتيتا وأبريد كمان ما يقدر يودي موتو ودو عليه الماي في الزيرة وقت الريس وفي الزيرة الريس ذا قانقو من كاراغولو قتلو وصبوا جيش فوقه. يعتقد المجرمون أنهم أذكياء ويمكنهم النفاذ بفعلتهم والهروب من العدالة. والليل هم أنا البندي صراريق الكبار بقول لهم أن كنجروا من جامعنا كان لابد بقنا قردا البوليس ما بلغام لكن لا ده شغل مقدوب كان لابد وين كل شرطة الوطنية قاعدة في ورام ويلقام وينتم للجيش. وعليه يجب على المجرمين والمتربصين بضحاياهم الرجوع إلى رشدهم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. الوصية ده ما شغل زي ده أي زول يفتش وغره يعني ده ما علم تقتل نادم تشيل حقه ده ما علم تفتش وغرك. أكثر هذه الحالات تحصل مع الضحايا لغفلتهم وتهاونهم مع الأمور، فيجب أخذ الحذر لأن القانون لا يحمي المغفلين.